هناك عدة تعديلات على قانون الجنسية. قانون الجنسية. إيه نعم. على قانون الجنسية عدة تعديلات، أعتقد يمكن 4 أو 5 اقتراحات. المراد منها والهدف منها هو تعديل قانون الجنسية في الكويت الصادر عام 1959. خلصتوا منه أنتوا التعديلات هذه؟ خلصتوا منها اللجنة؟ تم الانتهاء منها، أرسلت إلى لجنة الداخلية والدفاع، ومن بعد ذلك لجنة الداخلية والدفاع هي التي سترسلها إلى مجلس الأمة.